مرحبا فيكم في الجلسه 142 لمجلس الوزراء. أحييكم اليوم من محافظه أريحا. بوابتنا الشرقيه التي تشترك مع بوابتنا الجنوبيه في رفح في الانفتاح والتواصل والتبادل التجاري مع العالم. فهي سلة خضارنا ومخزون مياهنا وثرواتنا المعدنية وهي الأرض التي جعلت من فلسطين أم البدايات وأم النهايات وعلى نقش صخورها نرى سحر الحضارة ونشم عبق التاريخ الذي تضرب جذوره إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد وتنهض معالمه في مساحات واسعة من هذه الأرض سواء ما كان منها فوق سطح البحر او تحته ونحن اليوم على اعمق نقطه تحت سطح البحر ففي مياه نهرها المبارك تعمد السيد المسيح عليه السلام ما يجعل منها قبله الحجاج المسيحيين للتبرك بمياهها ومقصد الاستمتاع بدفء طقسها في فصل الشتاء والتمتع بجمال مناظرها ومعالمها التاريخيه الممتده في عمق مياه نهرها بالمغطس وصخورها في قصر هشام وجبل كرونتل وغيرها من المعالم التي تحفظ تاريخها أحييكم من أرض النخيل وبيارات الليمون والموز والبرتقال وهنا استخدم الإنسان المحراث أول مرة في التاريخ ليزرع الأرض حاضنة أولى الزراعات أرض التنوع الزراعي والحيواني والخصب في تربتها ومحاصيلها التي يحاول الاحتلال الاستيلاء والسيطره عليها وحرماننا مما تجود به ارضها وما تختزنه في باطنها من الثروات التي حباها الله بها. لقد قدمنا لهذه المحافظه خلال العامين الماضيين مشاريع تنمويه خلال انعقاد جلسه مجلس الوزراء في فصايل في العام الاول للحكومه ونحن على استعداد الان لنقدم المزيد من الدعم. للمزارعين في هذه المحافظه ومربي الثروه الحيوانيه لتمكينهم من تطوير عملهم وحمايه ارضهم ومزارعهم والبقاء والبقاء في مساكنهم لقد طرات زياده في مساحه الاراضي المرويه بالمحافظه وتم زراعات جديده مثمره كما تم شق وتاهيل طرق زراعيه واستصلاح وتاهيل اراضي زراعيه اخرى وخلق فرص عمل دائمه حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع حوالي آلاف مزارع ومزارعه. كما تم دعم مربّي الثروه الحيوانيه في التجمعات البدويه في المحافظه والاغوار وتوزيع وحدات لتصنيع الالبان عليهم وبذار علفي اضافه الى المئات من المستلزمات الزراعيه. قبل ايام عشنا لحظات صعبه قضى خلالها ثمانيه من ابنائنا من قريه عقربه بحادث سير مفجع على طريق فصايل في هذه المحافظه. نترحم على الشهداء لقمه العيش ونتمنى الشفاء للجرحى. وللاسف صباح اليوم التحق طفل اخر بالشهداء. اتقدم من عائلته وجميع العائلات الثكلى بالتعزيه وسوف نعمل مع الطرف الاخر على اصلاح الطريق الذي تسبب بالحادث لمنع الحوادث مرة أخرى نتابع مع جميع الجهات والمنظمات الحقوقية والدولية الحالة الصحية الصعبة للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان ونطالب تلك المنظمات بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنه ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ندين عرقل سلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى المبارك ومحاولتها بسط سيطرتها على المسجد من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه والسماح لغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته كما نحذر من محاولات إسرائيل تنفيذ خمس مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة لتشمل بناء أكثر من ثلاث آلاف وحدة استيطانية جديدة وهو ما يستدعي تدخلا دوليا لوقفه وسنظل متمسكين بدولتنا الفلسطينية ولن نكف عن استمرار مطالبتنا بحقنا في إقامة وتجسيد هذه الدولة رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية لهذا الحل يشهد العالم ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون وحتى لا نتأثر بهذا الارتفاع أدعوكم للتقيد بتدابير الوقاية وتوخي الابتعاد عن التجمعات والحرص على غسل الايدي وارتداء الكمامات والاقبال على تلقي اللقاحات حمايه لكم ولعائلاتكم ومجتمعكم من مخاطر المتحور الجديد سريع الانتشار. يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص محافظه اريحه واشكر معالي اخي المحافظ على الاستقبال والاستضافه. وذلك ضمن برنامج زياره المحافظات التي سينتهي الذي سينتهي بزياره محافظه طوباس ويناقش المجلس مشاريع وقضايا متعلقه بالبنيه التحتيه وخاصه بناء مدارس وطرق وقضيه تسويه الاراضي وتقارير حول الاوضاع الامنيه والماليه والصحيه والسياسيه وشكرا